هكذا أصبح بعض شوارع إسطنبول وأنقرة وغيرها من أهم المدن التركية عقب ليلة ساخنة أخرى من المواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، وقد بلغت يومها الخامس. اتحاد نقابات القطاع العام، وهو من أكبر اتحادات العمال في تركيا، أعلن عن إضراب لمدة يومين في إطار دعمه للاحتجاجات الشعبية، متهما الحكومة بممارسة ما سماه إرهاب الدولة. لا ندري ماذا سيحدث الآن. نريد أن تكون الحكومة أكثر عقلانية وأن تنصت إلى ما نطالب به. يأتي هذا فيما أكد مجلس محافظة هاتاي الجنوبية مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاما متأثرا بجراحه بعد إطلاق نار عليه من مجهول خلال مظاهرة احتجاجية في المحافظة المتاخمة للحدود مع سوريا. الحكومة من جهتها نفت أن يكون إطلاق النار عليه هو ما أدى إلى وفاته، مشددة على أن المتطرفين يقفون وراء المظاهرات الأخيرة. عدل الطبي يشير إلى أن هذا الشخص الذي توفي في أنطاكيا لم يكن جراء إطلاق النار، ربما من الممكن أن يكون تعرض لضربة قاسية على الدماغ مما أودى بحياته، ولكن التقرير الطبي النهائي سوف يصدر قريبا ليظهر سبب وفاة هذا المواطن. عدد القتلى يصل بذلك إلى 2 خلال نحو أسبوع من الاشتباكات العنيفة، فقد سقط أول شاب يوم الأحد في إسطنبول دهسا بسيارة صدمت جمهورا من المحتجين وفق اتحاد الأطباء الأتراك. ورغم تفاقم الوضع، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يقوم بجولة في دول المغرب العربي أكد أن الوضع في بلاده تحسن، رافضا وصف الرب التركي لما يحدث في تركيا، مضيفا أن المشاكل ستحل قبل عودته إلى بلاده. ومنذ يوم الجمعة تحولت حركة احتجاج لناشطين ضد مشروع حكومي لإزالة حديقة عامة في ساحة تقسيم وسط إسطنبول إلى حركة احتجاج واسعة ضد سياسات الحكومة المحافظة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون القيام بمسيرة باتجاه مكتب رئيس الوزراء، كما حدثت اشتباكات في العاصمة التركية أنقرة وغيرها من المدن التركية، وتم اعتقال 1700 مواطن تم الإفراج عن بعضهم في وقت لاحق. التبعات السلبية للأحداث هذه بدأت تظهر، إذ سجلت بورصة إسطنبول هبوطا حادا يعد أكبر هبوط لها منذ أكثر من عام، كما هبطت قيمة الليرة التركية بنسبة 16%. سفيان ثابت، BBC.